باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سؤال النهاردة عن العبادة الوثنية لأهل كنعان، هل هذه العبادة كانت تستحق من ربنا أن يؤمر بالحرب والنفوس تموت في هذه الحرب، مع أن الأوثان دي كانت حبة حجارة لا بتفيد ولا بتضر ولا لها قيمة؟ عشان نجاوب على السؤال ده هنجاوبه في 4 نقط. النقطة الأولانية هنتكلم فكرة عامة عن شر العبادة الوثنية، والنقطة الثانية كثرة شرور العبادة الوثنية في أرض كنعان، والنقطة الثالثة مظاهر هذه العبادة الشريرة وشرورهم، والنقطة الرابعة نتكلم على حتمية القضاء على هذه العبادة. بالنسبة لشر العبادة الوثنية، العبادة الوثنية ما كانتش بس حبة حجارة الناس بيسجدوا لهم ويمشوا ويروحوا بيوتهم، كانت أكتر من كده. دي كان لهم كهنة وكان لهم طقوس، والطقوس دي بتقدم فيها تقدم شرور ونجاسات وحاجات كتيرة وحشة جدا، وكانت العبادة دي بتشجع على الشر. كان الملك بتاع البلد أو الملك بتاع هذا المكان اللي هو بيعبدوا فيه الإله ده، كل البلد بتعبدهم بما فيهم الملك بما فيهم الأعيان، وكان أحيانا لما محدش يعبد كان بيبقى عمل جريمة في الدولة، كأنه عمل جريمة في الدولة وممكن يقتلوه زي أيام نبوخذنصر. خطورة العبادة الوثنية في أرض كنعان فائت كل الشر بتاعهم، فائت كل شر، فائت شر كل شر موجود في الأرض في الوقت ده. فنلاقي مثلا أرض مصر ما حصلش فيها إن هم عملوا هذه النجاسات الكثيرة اللي اتعملت في أرض كنعان، عشان كده ربنا ضربات كانت ضربات خفيفة في أرض مصر، النيل بقى تحول لدم، ضربت الظلام، ضربت المشيئة اللي نفقت أو ماتت وهكذا، لكن كنعان بالذات كانت الشرور فيها زيادة جدا. بعد مظاهر هذه العبادة الشريرة والشرور كانت بتصنع، ممكن نلاقي مثلا أن العبادة دي كانت نبع للشر والفساد. فنلاقيهم كانوا زي ما بيقول في سفر التثنية عملوا لآلهتهم كل ركس لدى الرب من اللي بيكرهوا ربنا، أحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار للآلهة بتاعتهم. ونلاقي أن كانوا يندروا نزورات كده، نزورات دي أن السيدات أو البنات يندروا نفسهم لعمل النجاسة والشر، فكانت شرور كتيرة جدا. ولأن كان في برضو نجاسات يمكن شذوذ جنسي مش مع البني آدمين، لا مع الحيوان والبني آدم، فكانت هذه الشرور شرور كثيرة جدا. كان كمان يرفضوا سلطان ربنا، العبادة الوثنية فيها رفض السلطان الله، رفض السلطان ربنا واعتزاز بسلطان الآلهة، كما كانت لو كانت هذه الآلهة هي اللي بتحميهم وهي اللي كل سبب كل خير ليهم. فمثلا يعني عشان ندي مثال لكده، نلاقي مثلا ان ملك أشور سنحريب بعت ربشاقي لحزقية ملك يهوذا، وهو في غرور كده يعتز بالآلهة بتاعته، يقول له ما فيش حد من آلهة الشعوب اللي جنبنا دي كلها قدر على أشور، وكمان إله إسرائيل ده مش هيقدر كده، كأنه عايز يقول إن الإله بتاعه هو عظيم جدا والإلهة دي ضعيفة جدا. فكانوا بيرفضوا سلطان الله الحقيقي واعتزوا بهذه الإلهة اللي هي كاذبة. أيضا ممكن نلاقي إن الإلهة دي كانت بتشجع على العنف، بتشجع على العنف. فنلاقي إن مثلا أرام في وقت من الأوقات كان أرام بيحاربوا بني إسرائيل أو بيحاربوا إسرائيل، فنلاقيهم إن هم قالوا إن الآلهة لما غلبوا بني إسرائيل غلبوهم، قالوا إن الآلهة بتاعتهم على الله ده إله جبل بس، مش إله إيه، مش إله سهول. فزي ما يكون إلههم بقى هو القادر على إنه يحارب في سهول ويغلب تحت أي وضع، فراحوا قالوا إحنا نحاربهم في السهول. فكانوا بيحسوا بقوة آلهتهم، وعشان كده كانوا يبقوا في عنف شديد مع الشعوب التانية. برضو كانوا يمجدوا الآلهة بتاعتهم، فنلاقيهم مثلا في تمجيدهم للآلهة بتاعتهم يحتقروا الإله الحقيقي ويتعاملوا معه وحش. نلاقي مثلا أن الفلسطينيين في وقت المؤقت لما دخلوا حرب مع بني إسرائيل وخدوا تابوت العهد، حبوا يمجدوا الإله بتاعهم اللي هو داجون، دي موجودة في سفر صمويل الأول، فخدوا تابوت العهد وحطوه مع داجون. داجون ده كان سمكة
عبارة عن الراس بني آدم والديل سمكة، وحطوا إله التابوت إله إسرائيل معه في المكان ده، نوع من الإيه إن هم غلبوا وانتصروا وإن الإله بتاعهم ممجد عن إله إسرائيل. فتاني يوم لقوا إن السمكة وقع ومكسورة، فاضطروا إن هم يعترفوا بإله إسرائيل وخدوا التابوت وكرموه، لأن حصل ضربات كثيرة في أرض الفلسطينيين. فيقول لنا كده إزاي إن هم قدموا تقدمات لإله إسرائيل ورجعوا التابوت تاني. ففي حتمية كانت الحقيقة للقضاء على هذه العبادة الوثنية، لأن ما كانش ممكن الناس دول يعرفوا ربنا واللي يجوا ربنا غير لما الأول يظهر إزاي إن هذه العبادات عبادات ضالة وعبادات كاذبة وعبادات شريرة. يقول لنا كده إن ربنا يهزل جميع آلهة الأرض، عشان كده فسيسجد له الناس كل واحد من مكانه. فربنا كان قاصد مخصوص إن هو يبين ضعف هذه الآلهة، زي ما بين ضعف مثلا الشمس في أرض مصر لما كانوا بيعبدوها وجي الظلام 3 أيام، ففين بقى إله الشمس راع أو ما قدرش على الضربة بتاعت إله إسرائيل فيظهر قوة الله. فهنا أرض كنعان كانوا وصلوا لشرور كثيرة جدا، كان لازم ربنا يبين ضعف الآلهة بتاعتهم إنه ما قدروش يحموهم. ونلاقي برضو في بعد كده نلاقي ان في آية تانية تقول لنا ان هيخجل مؤاب من كموش. كموش ده هو الإله بتاعهم، ومؤاب ده اللي هم مؤابيين، كما ان بني إسرائيل يخجلوا من بيت إيل. بيت إيل دي اللي كانوا بيمارسوا فيها بني إسرائيل عبادات وثنية وشرور يغيظوا ربنا بيها. فيخجل دي تبين لنا ان كان المقصود ان يبان ضعف هذه الالهه وان هي ما تسويش حاجه، ويخجلوا من نفسهم انهم عبدوا الالهه دي. فده كان سبب هذه الحروب، اظهار شر هذه الالهه. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لاباد الاباد كلها، امين.